ففكرة المشي مع الجماعة لها فوائد ولكن لها مضار. من ضمن القصص اللي تروى مثلا أنه يقال يعني أنه في بنت شافت أمها كل يوم بتسوي سمك، فكل ما تيجي تبغى تسوي سمكة تقصها في النص وتحط نص السمكة في القدر. فالبنت استغربت قالت لها ليه بتحط النص في القدر؟ فقالت لها لأني شفت أمي كده تسوي فأنا بسوي كده. فقالت لها خلينا نسأل أمك. فراحوا للجدة، ليه يا جدة بتقص السمكة كده؟ قالت له ما أعرف، أنا شفت أمي بتسوي كده بتقص السمكة فصرت أقص السمكة. فراحوا لأم الجدة، كانت عايشة ماني عارف كيف بس كانت عايشة أم الجدة. فراحوا لأم الجدة قالوا لها يا أمي كيف كنت ليش بتقصي السمكة نصين بعدين تحطي نص في القدر؟ قالت لهم لأنه القدر حقنا كان صغير ما يسع السمكة كلها، فكنت أقصها في النص عشان أحط السمكة في القدر. اليوم البنت اللي هي الحفيدة قدرها كده وقاعدة تقص السمكة وتحط السمكة الصغيرة وهي ما هي فاهمة ليه قاعدة تحط السمكة الصغيرة. فهذا مثال لتقليد أعمى ما صار له فايدة اليوم، كان له فايدة لأم الجدة اللي هي ما شاء الله عايشة إلى الآن، كان وقتها له فايدة لأنه قدرها صغير، اليوم القدر كبير فصار تقليد أعمى مضر وليس مفيد. طبعا المحيط جانب ولكن كمان رد الفعل مهم. من ضمن الأمثلة اللي تضرب وعلمونا هي زمان يعني يقال أنه في اثنين توأم في نفس البيت أبوهم وأمهم كانوا يعني مدمنين كحول، بيشربوا كحول كثير، في domestic violence في عنف أسري، البيئة في البيت بشكل عام كانت جدا سيئة، والاثنين التوأم اتربوا في نفس البيت يعني في نفس المحيط، يعني الميم في المعادلة هي نفسها. لما كبروا لقيوا أن واحد منهم دخل في الكحول وتزوج وبرضه عنف أسري ومشاكل أسرية، والثاني ما كان يشرب كحول أبداً وأسرته كانت تزوج زواج كويس ونجح في وظيفته. فراحوا الاثنين وسألوهم أنت ليه كده؟ فاللي بيشرب كحول قال أنا في هذا المحيط كنت وأنا هذا اللي تولدت فيه وهذا شفت أبوي وأمي كده فصرت كده. لما سألوا الثاني قال لأنه أنا كنت في هذا المحيط وشفت نتائج وقررت قرار داخلي اللي هو رد الفعل أنه ما أبغى أحيا هذه الحياة، ما أبغى أكرر هذه الحياة مع أسرتي. ففي هذا المثال المحيط واحد، إيش اللي فرق بين التوأمين؟ رد فعل كل واحد لهذا المحيط. فما ينفع دائما نلوم المحيط، في عندنا إحنا قرار الواحد ممكن يتخذه في رد فعله للمحيط. جبنا في مكان عام زي بوث وبيبيع كيكتين، كيكة سعرها 299 جنيه وكيكة سعرها 999 جنيه، الكيكتين ايدنتيكال، نفس الكيكتين بالضبط بالحرف، ما في ولا فرق بينهم، وناخذ رأي الناس، أية الكيكتين أطعم؟ أنا عاوزك تجرب الكيك دي، ده كيك إيطالي. أنت كمان اتفضلي. دوقي. يعني بترجح ده أكتر؟ ده أحلى علشان أخف. ده احلى عشان اخفف. بصي ده احسن وجميل، ده بيشبع بسرعه. بصي هو ده الحاجه اللي جوه اللي هي الكيك اللي هي دي. ايوه دي تقيله شويه مش طبعا تقيله مش ناعمه زي دي، دي ناعمه. تخيلوا انه الناس علقت انه ال 999 اطعم. شكلك متذوق. المخ ممكن يلعب ويضحك علينا وعلى البيولوجي، لمجرد انه سعرها اغلى المخ قال للجسم ترى لازم هي هذه اطعم، هذه اكيد اطعم لانها اغلى. هذا اخف بس يعني الحلاوه حقه زياده. الحلاوه حقه زياده. لا اول ما ذقته لا حسيت بريحه بيب، قصدي اني يعني مش مقصود فانيليا على البيب. ايه بس بشوف ايه الفرق فعلا. هو ده فعلا اخف. ده فعلا اخف؟